يا نورة الحقوني الحقوني. حاجة كوثر حاجة كوثر، مالك يا حاجة مالك يا حاجة حاجة كوثر يا عينيا يا عينيا. حبيبتي يا نعمة تعالي تعالي يا حبيبتي اقعدي. مالك؟ دماغي مش رايقة. أنا واضح إن في موضوع مهم. في موضوع مهم بفكر فيه الحقيقة. خير؟ مختار ليل ماله؟ بيفتح شركة جديدة، طلب مني أدخل شريك معاه. وده قابلته فين؟ كلمته وعرض عليا شركة. مش معنى انت يعني اللي عايز يشاركك؟ بيقول انه بيثق في دماغي وعايز يتعامل معايا. والله؟ طيب وانت ايه رايك؟ والله نعم، انا شايفه فرصه كويسه عشان استثمر فلوسي، يعني ابقى مداري وراه واصدره هو. وناويين تشتغلوا في ايه بالظبط؟ هو عايز يشتغل في الاستيراد والتصدير. وهتصدروا ايه وتستوردوا؟ نفس الحاجات اللي كنا بنستوردها قبل كده. ايه انا ايه نعم في ايه؟ الله، احنا ناس محترمه شغلنا كله في السليم. طيب بقول لك ايه، ما تدخلوني شريكه معاك. يا حبيبتي انا قلت لك قبل كده فلوسك دي ماليش دعوه بيها. يا عم انا عايز اكبر فلوسي معاكم، هو انا هلاقي اامن منكم؟ يا نعمه التجاره مش مكسب بس، فيها خساره، والخساره هتزعلك. انتوا ناس مرزقين وما بتخسروش ابدا، اتكل على الله وما تخافش. الحمد لله على سلامتك يا نعمه. انا فين؟ انت مين؟ ده الدكتور يا حاجه كوثر. دكتور؟ ايوه. خضتينا عليكي يا حاج. وايه اللي حصل؟ ازمه وعدت على خير، علشان تبطلي تاكلي جبنه قديمه وما تاخديش الدواء في ميعاده. يا ما نصحتك يا ست الكل. جيت اخد الحبايه لقيت الدواء خلص، ما لحقتش اجيبه، لقيت الازمه جاتني فجاه. البركه فيها بنتك، لولاها كنت دخلت في مشكله كبيره. بنتي دي جاتني العياده وخطفتني من وسط العيانين علشان تنقذك. ده اقل واجب يا دكتور. عموما انا كتبت لك على فيتامينات مع الادويه اللي بتاخديها، وما دام حضرتك نسايه كده يبقى هخلي بنتك هي اللي تجيب الدواء وتتابعك، لان من اللي شفته شكلها مش هتنسى بقى. شكرا قوي يا دكتور. هنيه. ايوه يا ست، وصلي الدكتور. حاضر يا ست. على اذنكم. اتفضل. سامح. ايوه. انتي ليه عملتي معايا كده؟ اي حد مكاني كان هيعمل كده رغم كل اللي عملته معاكي؟ يا ما دق اتعرضت وقول يا حاج، ولو جت على عمايلك يبقى رضا. يظهر انا فهمتك غلط. ولا يهمك، انتي لا مؤاخذه يعني في مقام امي. ممكن ترتاحي لحد ما اجيب لك الدواء، انا عامله لك شوربه فراخ هتاكلي صوابعك وراها. Actually, Mr. Ashraf, he's still in coma. What about his systems? Nervous system is okay, and that's what we care about. Excuse me, I have to go now. Just a second, please. Yes. Could you tell Omar happy birthday? Mr. Ashraf, I told you, he's in coma. I know, but just tell him for me, please. Okay. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. النهاردة عيد ميلادك، تميت 6 سنين. كان نفسي تكون معايا عشان نحتفل سوا، بس للأسف أنا لوحدي، لا أنت ولا ماما معايا. وحشتني وحشتني أوي يا عمر.